منذ أعوام يجمع محمد محجوب الأنواع النادرة من شجر الصبار، إذ سافر لبلدان كثيرة بحثا عنها، فأصبح هذا النبات جزءا من حياته، بل يشكل الحيز الأكبر من وقته. بدايتي كانت في الصبار عن إرشاد الموية. عرفت كيف الموية؟ ترى حنخش في زمن ما في موية، الموية حقتنا جدا قليلة هنا في السعودية، فحبيت إن يكون الدنيا تكون خضرة أوكي بالنبات الحلو الصحراوي ده اللي يستحمل الموية مرة كثير. قلت بعرف الناس عن الصبار هذا، فسويت لي زي المتحف الصغير اللي أنا عامله فوق السطوح إن شاء الله، وتمهيدا إنه أنا أعمل شيء إن شاء الله كبير في المستقبل، أخلي الناس تيجي تشوفه وتعرف النبات هذا إيش هو. يضم هذا المتحف أصنافا كثيرة جمعت في فترات متفرقة ومن دول قارات مختلفة، حتى أصبح فيه أكثر من 85 نوعا من بين أنواع كثيرة معروفة. بصراحة كان أنا سمعت عن الموضوع فجيت أزور المكان وأشوف، يعني من جد سبحان الله شيء رائع صراحة، يعني إبداع فيها يعني. وغير كده تديك جمال في المكان، تديك جمال في سواء تحفة سواء في مكتب سواء في مكان، يعني صراحة مرة جميلة يعني. للصبار أساليب زراعة كثيرة تساعده على النمو في السعودية، حيث يتميز بقدرة كبيرة على تحمل الجفاف، إضافة إلى بقائه حياً لمدة طويلة. رحلة بدأت في الفيافي، حيث الموطن الأصلي لأنواع مختلفة من نباتات الصبار والمستقرة هنا في هذا المتحف. وبين نقطتي الانطلاق والوصول ثمة قصص ترويها هذه المعروضات. عبد الله يحيى، سكاي نيوز عربية، جدة.